التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة سابتني. سابتني ومشيت. سابتني بسببك. زي ما انت عارف بالظبط ان انا عمري ما حبيت في الدنيا اي حد قد ما حبيتك. من اول يوم عرفتك فيه. من وقت ما خليتك تدخل قفص الزوجية بالعافية. من وقتها ومفيش أي حد في الدنيا بيجي بعدك. يا ماما أنا نفسي ما كنتش عارفة إني رايحة أفسخ الخطوبة. بالعكس أنا في وسط ما بدور على فرصة وأحاول ألاقي حاجة تشدني ليه، لقيت نفسي بقول له كل اللي جوايا. طب لما فكرت بعدها حسيت إنك ما كانش لازم تعملي كده؟ لا، كان لازم أقول عشان أنا حاسة كده فعلا. خنتني تاني وما صدقتنيش لما قلت لك إنها آخر فرصة. أنا دلوقتي في الطيارة رايحة لابني ومستنية ورقة طلاقي. وفر على نفسك أي مجهود عشان مهما عملت عمري ما هرجع لك تاني أبدا. أنا عايزها ترجع. أنا عايزها ترجع لي حالا. روح لها. مش هترجع لها. لا هترجع. أنت لو روحت لها كده هي هتصدقك. كنت دايما بصدق في إحساسي. عشان كده كنت بكذب كل العلامات اللي بتقول عكس كده. كنت بكذب أي علامة بتقول إنك مش عايزة من موضوعنا ده. كنت دايما بقول لنفسي معلش أنا مش متعودة،
يمكن لما تاخده على بعض الموضوع هيختلف. كنت بقول لنفسي هي طبعها كده. ازيك؟ الحمد لله. ايه يوسف كان عايزك في ايه؟ انجي كويسه؟ مش عارف، بس من الواضح ان مفيش حد كويس اليومين دول. هو انت شارب؟ كتير، بقالي كتير ما شربتش كده من ساعه ما خدت الخطوه الجريئه. التي يعقبها الندم؟ ايه؟ مش هما برضو بيقولوا الخطوة الجريئة التي يعقبها الندم؟ تيجي مصيرة تحس ان انا ادمان. ليه مرعوبة من ساعة ما ظهرت لهم تاني؟ مش عارفة، ما بقاش خايفة ولا مرعوبة، وكل يوم خوفي ورعبي بيزيدوا عن اليوم اللي قبله، وانت ما بتطمنيش. بالعكس، ده انت بتأكد لي خوفي ده كل يوم عشان حاسك بتبعد عني يا ادم. ايوه، فانتي عشان خايفه انا ابعد تبقي بعيل. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا اتفقنا ان انت ما تخلفيش يا حبيبه، عشان كل الظروف الحاليه دي ما تسمحش ان انت تخلفي. بعدين انت مفروض تبتغي الحبايه، بس بعد اللي حصل ده فجأة بقيت حامل. يعني انت شاكك ان انا حملت عشان اضبطك جنبي؟ غشيتك يعني وقلت لك ان انا باخد الحبايه وانا مش باخدها؟ ليه، عشان احطك قدام امر واقع؟ اتاري مصدر لي وش جبس بقالك كام يوم؟ انت فعلا شاكك ان انا عملت كده؟ بس محظوظ اليومين دول مرعوب. انا بس مش متخيل ان انا وانت ممكن نكون ابو وامي كمان كام شهر. في مسؤوليه الطفل. وما جيتش قلت لي ليه كده اول ما جيت قلت لك اني حامل؟ ما فيش حاجه تتقال. لا، كان فيه، كنت محتاج تيجي تتكلم معايا علشان نتكلم مع بعض ونطمن بعض. وبعدين مين قال لك ان انا جاهزه علشان اكون ام؟ مين قال لك اني ما عنديش احلام عايزه احققها قبل ما يكون عندي عيل؟ مين قال لك اني مش عايزه اكون مهندسه كبيره؟ ادم، انا مش عايزه حاجه تربطك بيا غير انك تكون بتحبني وما تكونش مستعده تستغنى عني مهما حصل. انت ايه فاكره ان انا عاوز استغنى عنك؟ أنا استنيت عن كل حاجة في حياتي عشانك أنتي. أنا مش عايزة الطفل ده يا ادم، أنا مال صوت الموتور يا هندسه؟ ما هو كمان هو تمام. الله ينور عليك يا اسطى. وعليك. امال ايه، في ليه بتقول لي ان في مشكله؟ بصراحه كنت بحاور عليك، كنت عايز اخدك ونتكلم بعيد عن الورش. يمكن طلع على جنب، خلينا نتكلم. ادينا وقفنا اهو يا هندسه. خير؟ خير. عايز افكرك باللي بقيت حاسس انك نسيته بسرعه. لا، ما نسيتش. يعني مش طالب احكي في المحكي واقول لك انك جيتني بعد ما كنت عايز تموت وقلت لي اني مش هيجي غير حبيبه؟ لا، مش طالب يا استاذ. فاكر واللي شاري واحده بعمره يبقى عايزها تسقط اللي في بطنها منه ليه يا هندسه؟
وانا استعدم؟ انا عمري قصت كده؟ امال يعني هي اللي عايزه تعمل كده في روحها؟ راحت لتقى وقالت لها تساعدها من غير ما تقول لي، وانت ما تعرفش حاجه عن الليله دي؟ لا انا كل اللي اعرفه ان هي قالت لي الكلمتين دول واحنا بنتخانق. ما كناش بنتخانق حتى، احنا كنا بنتناقش. بعد ما اتهمتها ان هي حبلت نفسها من وراك زي النسوان القرحه. يا استاذ عدوي، مش الاصول برضه بتقول ان اللي يحصل ما بين الراجل ومراته ما يخرجش بره؟ عندك حق، بس انت بقى عارف ان النسوان بيودودوا وكتير. واللي حصل ان حبيبه راحت حكت لتقى، وتقى ما كانتش هتقول لي لو ما عرفت ان حبيبه عايزه تسقط، ودي كبيره قوي عندنا هندسه، ما تعملهاش الا الخطيه. بس انت عندك حق، مش المفروض برضه تطلع اسراركم بره؟ بس اللي حصل ان انا عرفت وقلقت، ومن ساعتها فيران الدنيا كلها ما بطلتش تلعب في عيني. ماشي يا اسطى، انا عمري ما عوزت كده ولا هعوز ان ده يحصل. كل اللي حصل ان الموضوع ده خرج واحنا بنتخانق في لحظه غضب، وايه اللي يوصلها تقول الكلام ده وتبقى مصره عليه ومصره ان هي تنفذه؟ عشان احنا محظوظين يا استاذ، بسبب كل الظروف اللي بتحصل حوالينا. من الطبيعي ان الظروف دي تخلينا محظوظين، وطبيعي برضو ان اللي يبقى مهزوز يدور على حاجه يثبت بيها، وخصوصا لما يبقى كمان شويه صغيرين هيجي له عيل. عيل له حقوق، عيل لازم يفتح عينه على الدنيا يلاقي ابوه عايزه ومتمسك بيه زي ما انت قلت يا هندسه. تمام يا استاذ، انا مش فاهم، هو انت ليه مش مصدقني لما اقول لك ان انا فعلا مش عاوز ده؟ لا خلاص مصدقك. عارف ليه؟ لان انا من يوم ما عرفتك واي حاجه بتقولها لي بصدقها. اي وعد بتيجي توعدني بيه بشتري. بس خلاص ما ينفعش الوعود تبقى كلام، خصوصا ان كمان شويه هيبقى في عيل. عيل انضاف له ويشوف ابوه مهندس مش قصته وبس زي خاله. والحمد لله ابوه راجل متقصب وابن ناس وعنده عيله وورث ودخل كويس. وخلاص الخصام راح والوئام رجع مع العيله الكريمه. وانا من اولكش بينت 100 قمار وقدمت 100 سبت. بالنسبة للحد هيجي امتى بقى يا هندسة بالصلاة على النبي؟ ده قال لي كلام صعب قوي، وطلب يشوف حد من اهلي ويتكلم معاه. طب مين اللي ممكن يعمل فيكي كده؟ معرفش، معرفش حد. خلاص اهدي. صباح الخير. صباح النور. من فضلك يا دكتور، كنت عايزه اقدم كشوف اعمال السنه، وده هيتطلب انك تبص عليها ونتناقش في شويه حاجات. حاضر، بس ممكن كمان شويه؟ النهارده اخر ميعاد للتسليم، وانا مش متعوده اتاخر. منا روحي انت دلوقتي وانا هشوف الموضوع. ايوه بس انا عند دكتور رفيق كان بيقول انه خارج دلوقتي، وانا محتاجه حضرتك تيجي تفهمه عشان انا قلت له انا راجعه له دليل براءتك. يعني ايه؟ انت مش سامعاني بقول للدكتور اني عايزاه؟ طيب بعد اذنك يا دكتوره، ممكن 10 دقائق؟ انا عندي سكشن. وانا عندي مشكله حضرتك ومحتاجه دكتور سعد حالا عشان يحلها لي. يلا يا خاله لو سمحت. خالو؟ ما هي منا تبقى بنت اختي و لسه منقول عندنا الكليه. وازاي ما تقوليش انا على الموضوع ده؟ انا ما كنتش حابب حد يعرف اصلا. انت عارفه ان في كام دكتور هنا حاطيني في دماغهم، ما كنتش حابب ان حد يستقصدها بسببي. بس واضح ان احنا لازم نقول لكل الناس. كان لازم تقولي انا على الاقل. اهلا يا منا. اهلا يا دكتوره افنان. فيفي، قولي لي فيفي.
كمان البنت مبسوطة قوي وفرحانة بيه. بتقولي انه جد ومحترم ورجل اعمال ناجح. قابلته فرح بنت خالتها، هي ورتني صورته. هو الحقيقة حلو، اي نعم هو اكبر منها بشوية بس وماله، المهم يكون راجل وبيحبها. انا واضح ان بقى الليل كله نتكلم عن طوفي. اصل هي عيني متلخبطة قوي، هي مبسوطة بيه وشايفة فيه مميزات كتير، بس مش عايزة تقول لمامتها، خايفة انها تقعد تزن عليها فتوافق بسرعة ما تكونش لحقت تعرفه كويس. حكيت لها ايه تاني بقى يا حبيبة؟ حكيت لها يعني؟ يعني احكي اللي انت عاوزاه بس ايه المشاكل دي؟ ليه هي قالت لك ان انا حكيت لها حاجة؟ لا انا بتكلم في العموم، مش عن توفي بس، عن توفي واي حد غيري وغيرك. مش انا ما بحبش حد يجي يقول لي اني عارف منك ان في مشاكل، ولو حتى عدو اخوكي. انا ما قلتش لعدوي حاجة، انا كنت بس بفضفض مع طوقه وهي اللي راحت قالت له. وعلى فكره انا عاتبتها على ده. ادم انا مش عايزه حاجه توقع ما بيننا. ايوه يا حبيبي انت فاكره يعني البيبي اللي في بطنك ده هو اللي هيعمل مشاكل ما بيننا؟ بس كان في واحد سكران وظالم ومفتري جه فهمني كده من يومين. لا ده راجل تافه والله العظيم، تافه يعني بيطلع ينزل على الهوا. بس انت لو فهمتيه اكتر وتعودتي عليه وخدتي عليه كده في الكلام تعرفي ان هو عبيط جدا. طب لو انا بقى ما فهمتوش يبقى يفهمني، عشان ساعات انا كمان بكون عبيطه. بقول لك ايه يا حبيبي، وانتي عامة يعني هتبقي مستريحة اكتر لو قعدنا هنا ولا روحنا الفيلا عند اخواتي؟ ليه هو انت ما عدتش مرتاح هنا؟ لا بس انا بسألك انتي يا حبيبي. انا هكون مرتاح في اي حتة معاك. الو حضرتك فين؟ انا واقفه عند باب طب اسنان. شكرا. منى ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي، رايحه فين؟ انا مروح. طب اركبي وصلني. مش عايزه اتعب حضرتك، انا طلبت اوبر خلاص. لا كنسلي الاوبر، مفيش تعب ولا حاجه، اركبي بس. شكرا يا ميزه. معقولة؟ وما عرفتوش مين ممكن يكون عمل كده؟ خلو سعد بيقولوا انه ممكن يكون حد من الدكاترة اللي ما بيحبهوش. وارد طبعا. ايوه بس اللي يعمل في حد كده ده اكيد انسان زبالة ومؤذي. الحمد لله انكم قدرتوا توضحوا للعميل وان جدتك ما صدقتش. خلو وضح لهم، اصلا تيتا عمرها ما كانت هتصدق عشان هي متأكدة ان انا مش كده. انا عايشة في كندا من وانا عندي سنتين، بس بابا وماما ربينا تربية زي سعيدة بالظبط. دي تيتا هي اللي بتتحايل عليا عشان اتعرف على زمايلي البنات واخرج معاهم، من كنت ما انا ما بسيبهاش ولا هي ولا خيرها. انا اصلا ما اعرفش غيرهم هما الاثنين هنا. من النهارده تقدري تزوديني عليهم، يعني ممكن تعتبريني زي اختك الكبيره. لو احتجتي اي حاجه في المذاكره او حتى مش في المذاكره، عايزه تخرجي تتفسحي تشتري حاجه، انا موجوده. مش عايزين ننسى ناخد تليفونات بعض. طبعا. وانت شايف ان هو ده الحل يعني؟ هو ده الحل. هو يا اخويا لعب العيال ده؟ يعني عشان هو اخوك راجع تقوم انت تسيب البيت وتمشي؟ طب ما هو يا ابني بيتك زي ما هو بيته وليكوا فيه قد بعض. انا حر، قلت مش هقعد معاه في بيت واحد، يعني مش هقعد معاه في بيت واحد. لحد امتى هتفضل تتعامل ان هو ما رجعش؟ هو رجع خلاص، اللي حصل حصل، هتقطع معاه يعني بقيت عمره؟ هو مش انتوا مرتاحين كده؟ خلاص انا اللي رايحكوا انا كمان اللي رايح لي. بلاش عشانك ولا علشان، ما فكرتش في امك؟ لما تيجي دلوقتي وتلاقي حالكوا اتقلب بالشكل ده هيحصل لها ايه؟ عادي بكره حتى الجلد خليها تنشف وترمي طبيبتنا بجد. لو النبي، وانت فاكر يعني انها تقدر بصحيح؟ ده انتوا عشتكوا تقصر العمر.
شوف بقى الاسطى عايز يقعد فين، هنا ولا تحت؟ المكان اللي هيقعد فيه تنقله منه اي حاجه تخصني. احمد احمد ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. احمد احمد اسمعني يا احمد. انت مسافر ولا ايه؟ أرجوك يا جماعة خلي بالكوا في التعامل مع حبيبة الفترة الجاية. حبيبة شخص حساس جدا، وهي كانت متوترة قوي، وبعدين هي مش عارفة انتوا ازاي هتعملوها. يا عيني كانت عمالة تعيط وهي جاية في السكة. مالك في ايه؟ هو احنا هناكلها؟ ايه في ايه؟ بص بكلمك في ايه وانت بتكلميني في ايه؟ يا حبيبي احنا متفاهمين الموقف كويس قوي، وبعدين طالما احنا وافقنا ان هي تيجي تعيش هنا ما تقلقش، احنا هنشيلها على راسنا. طب انا عندي سؤال تاني، هو احمد فعلا ساب البيت لما عرف ان انا راجع ولا هو كان مسافر كده كده؟ سابه لما عرف ان انت راجع. الله الله ايه؟ طب احنا قلنا كده عشان ما نجرحش اللي داخله علينا ونحسسها ان دخولها عمل مشكله، هو بقى نخبي عليه ليه؟ فضيت لكم الشنط في الدواليب وفرشت لكم المفرش الجديد اللي انا لسه جايباه على السرير وبخرت الاوضه وزوقتها لكم زواق العرايس. على فكره يا ادم مراتك دي حركه وشاطره ونضيفه. اوعي تكوني عنكتيها يا بسيمه دي حامل. لا يا شيخة والختمة الشريفة ما حصل. امال هي فين؟ دخلت تغير هدومها على ما حضر العشاء. عملت لك كل الاكل اللي انت بتحبه. تسلم ايدك يا بسبوسة. انت عارفة انا مجوعة نفسي بالذات عشان اجي اكل هنا. عيون بسبوسة، ثواني ويكون الاكل جاهز. طب وانتوا ايه كده؟ هجرتوا التعليم خلاص؟ لا مين قال كده؟ انا هتصرف، هذاكر واخش الامتحان واللي يحصل يحصل. هتسيب الورشة؟ لا هعمل الاثنين. هتفضل ميكانيكي يعني؟ اه يا فيفا هفضل ميكانيكي وهرجع اشتغل تاني على الاوبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تعالي يا بيفا. عجبتك الاوضة؟ اه حلوة قوي. الحمد لله. انت عارفة دي أول مرة أقعد في الأوضة دي أنا كمان؟ على فكرة أنت كنت ممكن تقعد في أوضتك لو عايز. لا. سيب أحمد مستريح فوق، هيبقى أحسن له. مش لو رجع. ده ايه الشنطة دي كلها؟ ازيكم؟ سبت البيت. ايه اللي حصل؟ انا والندار هنتطلق. دي ماما. اوعي تقولي لها اي حاجة، ما تجيبيش سيرة. الو. ايوه يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ لا اطمني علينا، احنا كويسين كويسين قوي. افضل شركه مش عارفه مالك. انا عارف ان دي اخر حاجه ممكن تتخيل اني اقولها لك. ايه صحيح، هو انت اخر مره اتكلمت مع انجي كان امتى؟ اخر مره حكيتها لما انت وانت سافرت اتصلت فيها حتى اطمن عليها كده مره او مرتين حسب ما بتذكر. بس ليه عم تسال؟ السنه دي ما انا مستتقل قوي اللي جاي اقوله لك ده. السنه دي خلاص ولازم اقول. قول. خبفتي. انجي طلبت الطلاق. شو؟ امتى؟ احنا اتكلمنا بصراحه وهي قالت لي كل حاجه. مش عم بفهم شو بتقصد؟
اتكلمنا عن علاقتنا بعد ما انت دخلت حياتنا وقالت لي قد ايه شايفاني زباله، ان كل الاشاعات اللي كانت بتتقال علينا وعن علاقتك بيها ودوري في العلاقه دي مش جايه من فراغ. هي حطت قدامي مرايه شفت فيها كل حاجه وسخه. مش مصدق ان انا ممكن اتكلم معاك في حاجه زي كده وانت قاعد قدامي، بس انا لازم اتكلم. ايه وش قالت لك كمان؟ قالت لي انك بتحبها، انك صالحتها بحبك ده، وقالت لي انك قبلت بالشراكه عشان خاطرها هي بس. انا خلاص ما بقاش ينفع اعمل نفسي مش واخد بالي. ممكن اكون وسخ زي ما هي شايفاني، بس لسه جوايا حاجه نظيفه، هي ان انا بحبها. انا بحبها اكتر من اللي هي ممكن تكون متخيله يا نديم. ما بينفع تقول انك بتحبها مجرد ما قلت لك انه انا بحبها كمان. انجي مراتي يا نديم. مش عايزه تفضل مراتك. انجي ما بتوثق فيك وانا مصدقتك، ولا حتى انا مصدقك. الحب مش بالكلام يا يوسف، الحب بالافعال. شو عملت لها حتى تثبت لها انه انت بتحبها؟ ها؟ بالعكس، انت رميت لي اياها طعم وانا قبلت الطعم لاني حبيتها. قبلت اني اشاركك، دفعت لك فلوس ووقفت حدك مش كرمال اشتغل معك، ولا لاني بحب اشتغل معك، لاني بحبها. تفهم علي؟ انت شو عملت لها؟ انا وقفت معها باصعب الظروف، بكل مشاكلها وقفت معها. بك عملت لها قرد وصرت نطنط مثل الاهبل حتى خليها تكون هي مبسوطه وفرحانه. انت شو عملت لها؟ أنا ما طلبت منها شيء، أنا شغلي الوحيد اللي طلبتها منها إنها تخليني إني أحبها. وفي حدا بالدنيا أبداً بطمن لها قلبها غيري أنا، وهي اللي قالت هذا الكلام مش أنا. أنا متأكد إنه السبب الوحيد اللي ما خليها إنه تحبني هو أنت، رغم إنك طلعت معها خسيس، بس ضليت صعبان عليها. انجي بتحبني يا نديم؟ هذا كان من زمان حبيبي، هذا كان من زمان، قبل ما تكتشف انه انت بتحب نفسك وبتحب مصلحتك اكثر من اي شيء بهذه الدنيا. انا هثبت لها وهثبت لك ان ده مش حقيقي. انا خلاص ما بقتش عايز المشروع، ما بقاش يهمني مصلحتي، ما بقاش يهمني غير انجي. كل اللي انا عايزه دلوقتي انها تديني فرصه ثانيه، ان انا اثبت لها قد ايه انا بحبها. انا مستعد اضحي بكل حاجه عشان تغفر لي. انا جاي لك النهارده نديم عشان اقول لك اني بنسحب من المشروع ومن الشراكه ومن البلد كلها ومن اي حاجه بتربطني بيك. مستعد اضحي بكل حاجه عشان انجي ترجع تحترمني. فلو سمحت اخرج بره حياتي، اديني فرصة أنقذ علاقتي بيها. مش أنت بتقول إنك بتحبها وإن الحب أفعال مش أقوال؟ خلاص اثبت ده، ضحي بحبك عشان سعادتها. أنا متأكد إنه أنت لما تطلق إنجي وتبعد عنها مثل ما هي بدها، ساعتها رح تقدر إنه تحبني. إنجي مراتي يا نديم، أنا مش هطلقها، أنا مش هسيبها. اسمعني منيح يا يوسف، أنا رح أقبل إنه نفض الشراكة، رح أنجز المشروع لوحدي أنا بفلوسي أنا. أنت مش رح تدفع ولا مليم، يعني المشروع رح يصير ملكك أنت باسمك أنت، بس بشرط طلع انجي.
ووجعي قليل إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيو ومر وطريق ماشيين واسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبت ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبت ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبت ومفيش ده فكرة وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة وخاف ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبت ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبت ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة وخاف ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا أقرب لك من قلبك وخطبت ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة وما